وسورة التكوير مكية. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. يصف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: إذا الشمس كورت. كورت يعني لفت يعني ذهب بنورها، تجمع مع بعضها ثم تلف ثم ترمى. أين ترمى؟ ملك الله عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا النجوم انكدرت. هذه النجوم انكدرت يعني تساقط، تتساقط وتنقضي، تتساقط على الأرض. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. وإذا الجبال، هذه الجبال العظيمة، سيرت يعني ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثة. وإذا العشار، العشار يعني الناقة الحامل التي تكون لها 10 أشهر، يقال لها العشار لهذا المعنى، 10 أشهر. والناقة إذا كانت في هذا الوقت تكون في أحسن زمن حملها، والعرب يعني لا يعطلونها ولا يتركونها لأنها من أفضل وأنفس المال، لا يتركونها إلا لإتيان ما يشغلهم عنها. عطلت يعني تترك بلا راع، بلا أحد يحلبها ويستفيد منها. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. وإذا الوحوش، الوحش حشرت، حشرت يعني جمعت بعد البعث ليقتص بعضها من بعض ثم بعد ذلك تصير ترابا. وإذا البحار سجرت، التسجير يعني صارت نارا، هذه البحار تتحول إلى نار. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا النفوس زوجت، زوجت يعني قرنت، هذه النفوس تقرن بأمثالها، أهل الجنة مع أهل الجنة وأهل النار مع أهل النار، هذا معنى التزويج. والزوج في القرآن له معاني: المعنى الأول الزوج بمعنى القرين، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وقرناءهم، ليس معنى وأزواجهم يعني زوجاتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت يعني تقرن بأشكالها في الجنة وفي النار. المعنى الثاني للزوج يأتي معنى الصنف، يقول الله سبحانه وتعالى: 8 أزواج يعني 8 أصناف. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكنتم أزواجا 3 يعني أصنافا 3، وأنبتت من كل زوج بهيج يعني من كل صنف بهيج. المعنى الثالث وهو المعنى المعروف: الزوجات ولهم فيها أزواج مطهرة ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وإذا الموءودة سئلت، الموءودة يعني التي تدفن وهي حية خوف العار ولأجل الحاجة، سئلت تسأل هي ويترك من يدفنها تبكيتا لقاتلها، توبيخا له، احتقارا له، بأي ذنب قتلت؟ تسأل هي بأي ذنب قتلت فتقول: قتلت بلا ذنب. وهنا قراءة أخرى: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت، والمعنى واحد. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال نشرت يعني فتحت وبسطت. وإذا السماء كشطت يعني تنزع عن مكانها كما ينزع الجلد من الشاة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن السماء وأن لها مراحل، هذه أحد المراحل التي تمر عليها السماء يوم القيامة. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجحيم يعني النار سعرت يعني أججت، وإذا الجنة أزلفت يعني قربت لأهلها ليدخلوها. يقول ابن عباس: من أول السورة إلى هنا 12 خصلة، 6 في الدنيا و6 في الآخرة. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت، كل نفس في هذا الأوقات وهو يوم القيامة تعلم ما أحضرت، ما أحضرته من خير أو شر، ما عملته في الدنيا وأحضرت في الآخرة من خير أو شر. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس، الخنس هي النجوم، الجوار الكنس. الجوار الكنس، الجوار الكنس، الجوار يعني التي تجري، الجواري، وهنا قراءة الجواري بالياء، الجواري يعني التي تجري، الكنس، الكنس يعني التي تسرع في مشيها في سيرها فتغيب ثم تأتي ثم تغيب،
هذا معنى الجوار الكنس التي تجري وبعد ذلك تغيب وبعد ذلك تغيب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر، دليله والصبح إذا تنفس، بعد ذلك يأتي الصبح إذا تنفس، تنفس بمعنى يمتد حتى يصير نهارا بينا. إنه لقول رسول كريم. إنه يعني القرآن لقول رسول كريم، رسول من عند الله سبحانه وتعالى، إضافته إلى الرسول معناه يعني المراد بالرسول هنا هو جبريل، أضيف القرآن إليه لأنه أنزل بواسطة جبريل، ويشير كلمة تشير كلمة رسول أنه من عند الله سبحانه وتعالى. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ثم وصف الله سبحانه وتعالى جبريل ذي قوة يعني شديد القوة، عند ذي العرش يعني عند الله سبحانه وتعالى، ذي العرش يعني صاحب العرش، مكين يعني ذو مكانة، وهو جبريل عليه السلام. مطاع ثم أمين. هذه من أوصاف جبريل، مطاع تطيعه الملائكة في السماوات، مطاع ثم أمين، كذلك هو أمين، أمين على الوحي. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما تزعمون أنتم يا كفار قريش. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه محمد صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل على صورته التي خلق عليها بالأفق المبين، يعني في الأعلى بين بناحية المشرق. وما هو على الغيب بضنين. وما هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، المراد بالغيب هنا الوحي، وما هو على الغيب بضنين، بضنين والقراءة الثانية بضنين، عندنا القراءة الأولى بضنين بالضاد، إذا كانت معنى بالضاد المعنى ليس ببخيل، وما هو على الغيب يعني على الوحي ببخيل لا يبخل، فيعني ليس هو ببخيل، فإنه يعلمكم كل ما أتاه من الوحي. أما إذا قلنا القراءة الأخرى بضنين بالضاء أخت الطاء، بالضاء أخت الطاء معناه وما هو على الغيب بضنين يعني بمتهم، ليس هو بمتهم بمعنى أنه يخبركم عن الله سبحانه وتعالى وهو كاذب. وما هو بقول شيطان رجيم. وما هو القرآن بقول شيطان يعني مسترق للسمع، رجيم يعني مرجوم. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون يا كفار قريش؟ أين الطريق التي تسلكونه في إنكار القرآن وإعراضكم عن القرآن؟ فأين تذهبون؟ مرة ذهبوا فقالوا هو سحر، ومرة قالوا هو كهانة. الله يقول فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إن هو إلا، إن بمعنى ما، ما هو إلا ذكر يعني موعظة للعالمين للجن والإنس، لمن شاء منكم من العالمين من الإنس والجن أن يستقيم فيتبع الحق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم علق الله سبحانه وتعالى هذه الأمور بمشيئته، فقال وما تشاءون، الذي يشاء الاستقامة هذا كله داخل وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رب الخلائق، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى استقامة الخلائق فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.